ننسى الأرض يتوتة ونسمع الحدوتة كلمة غنوة حلوة ترددها الكتكوتة تحكو رسول عبو جد قفزو نطو درسو كد هيا بنا يا توتة حليما ريخي نرحل نجاور النجوم نسعد ونأمل توتا 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 يا حلوة. ما زالت صديقتنا توتا ضيفة وبابانة على إحدى مقاطعات المريخ، ها هي معدن لوح في نزهة بين مزارع التوت الفراولة. فيه توت شهي ناضج يسيل اللعاب، سأكل منه حتى أشبع. أنا زهرة عجيبة. وصلت، تعالي. جئتني بوقت غير مناسب أبداً يا توتة، أنا مشغول جداً جداً. ساعدتني بتنشيف ثيابي وأنا سأساعدك. البنت التي تسقط في الماء وهي تطارد الزهرة لا يمكنها مساعدة أحد، مفهوم؟ عما تتكلمان؟ أحضرت شاياً وعسلاً لذيذاً تفضلا، وضعت في فنجانك عسلاً بدلاً من السكر. عسل بدلاً عن السكر؟ نوع هذا العسل أصبح نادر الوجود لأنه مجلوب من أعالي جبال زهرة الرحيق المشهورة. هي شاهدت هذه الزهرة بالذات. حقا عين الزهرة التي تسببت بسقوطي في الماء عندما حاولت إمساكها. مستحيل، نوع هذه الزهرة لا ينبت في السهول، أنت واهمة يا بابانا. متأكدة، شاهدتها بعيني. عينك مخطئة. كلا، أنا عيني لا تخدعني أبداً. صحيح، وأنا متأكد أنها خدعتك. كلا كلا كلا. بلا بلا بلا. كلا 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 كلا. عنيدة جداً. بلا 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 بلا. عنيدة عنيدة. لقد انتصرت عليك، صحيح؟ نعم، ولا أحد يستطيع أن يغلبك أبداً لأن الدلوع يقف في صفك دائماً. ولكن إن أردت الحقيقة، هذه الزهرة لا تنبت في السهول. ماذا؟ لكني شاهدتها. سابقا كان هذا العسل متوفرا، وهذه الزهرة كذلك، وبإمكان أي كان شراء منها ما يشاء بسعر معقول قبل أن يتوقف قطار العسل عن المجيء. قطار العسل؟ نعم، كان يجيء كل يوم حاملاً معه الزهور وجرار العسل من أعلى الجبل حيث تنبت زهرة الرقيق النادرة. وأخبرت أم شهاب البابانة توتة كم كان وصول القطار مفرحاً لأهالي المقاطعة صغارهم وكبارهم، وكم كانت تلك الأيام سعيدة. يوم كان يوم سعادة وفرح تدخل القلب. أستطيع أن أتصور ذلك، لكن قطار العسل توقف عن المجيء ولم يعد أبدا. ما السبب؟ لأنه قبل 10 سنوات عم المقاطعة طقس سيء أتلف جميع المزروعات، والثلوج التي تساقطت في غير أوانها في بداية فصل الصيف قضت على كل زهور الرحيق، ومن يومها لم يأتي قطار العسل، لذلك أصبح هذا العسل نادرا. هذا محزن جدا. محزن؟ جميع الأهالي أحزنهم ذلك، وناظر المحطة الذي يستقبل القطار كان أكثرهم حزنا، وما زال المسكين حتى اليوم منذ 10 سنوات ينتظر القطار ويهيئ المحطة لاستقباله. حقا هو يحب العسل؟ طبعا، كما تحبين أنت توت الفراولة. هذا صحيح، أحب التوت كثيرا كثيرا وكثيرا، ولا عيب بذلك أبدا. كل مخلوق له ذوق معين، المهم أن لا يكون ذلك مؤذيا للغير.
كلامك منطقي، ولم غضبت؟ غضب؟ يجوز لأن في كلامك تحدي لي. نسيت أمرا مهما يا شهاب، يجب إيصال ثياب ناظر المحطة، أخبرني بأنه بحاجة إليها. كلف غيري بالأمر. أنت مساعدي الوحيد يا ولدي، والناظر بحاجة لثوبه الرسمي اليوم. أكره أن أقابل مخلوقا عنيدا متعلقا بالأوهام. لدي الحل، أنا أوصل له ثياب. وعدت شهاب بأن أساعده لأنه ساعدني سأبر بوعدي الآن. صحيح. توتا مع شهاب في طريقهما إلى المحطة التي تقع خلف تلة في ضواحي المدينة. خالي الناظر، خالي الناظر، أتيت حاملة ثيابك النظيفة. خالي الناظر، رد علي، أنت موجود أم لا؟ عجيب جدا، لا أحد هنا على ما يظهر. ما رأيك يا توتا بأن نترك له الثياب ونعود؟ كلا. ماذا تريدين يا بنت؟ لقد أحضرت لك ثيابك النظيفة يا خان. ثيابي نظيفة قلتي؟ نعم. توتا، لنعد للبيت. ماذا تفعل هناك؟ توتا. إيه، كانت أياما سعيدة جدا. كنت وصديقي سائق القطار شابين، كنا نمزح ونضحك معا. ومع شروق شمس كل يوم أسمع بو بو يحييني بصفارة قطاره البخاري. ثم يقول لي أحمل أجود أنواع العسل، عسلي يفضل توتكم، فأرد عليه بسرعة صايحا كفى تخريفا، توتنا أفضل وأحسن، فيرد عليه عندئذ بحماس بل عسلي أفضل، سأتأصرخ فيه هذا غير صحيح، ويستمر الحوار بيننا على هذا المنوال حتى نتعب. صدقيني السائق سهران كان يتمتع بهكذا الحوار وأنا كذلك. والحقيقة أن العسل الذي كان يحمله كان أفضل أنواع العسل، وكذلك توت الفراولة الذي كنت أقايضه به كان أيضا أفضل توت زرع وأنتج. مدهش. 10 سنوات طويلة مرت على آخر رحلة. لكني متأكد من أنه سيأتي قريبا حاملا جرار العسل الطيب كالسابق تماما. سيأتي. نعم، لابد أنه سيأتي قريبا، أحس بذلك وإحساسي لا يخطئ. سيأتي. سهران كان يقول بأني دائما أحب العسل كثيرا كالدب. وأنا سأشعر بالسعادة عندما سأراه داخلا المحطة. لكنه لن يدخل المحطة. لما؟ انتظرته 10 سنوات ولم يأتي، فيئست واستقلت. لكنك قلت سيأتي. لأن المحطة ستزال، يبنى مكانها معمل لتكرير السكر. معمل سكر؟ نعم. خالي الناظر، وقد جاءوا لهدمها. أنت بنت جريئة يا توتا. دليلة؟ اعلمي يا حضرة البابانة الجاهلة أن هذه المنطقة تعتبر حرة وقانونها دولي، وأن لا سلطة للبابانية عليها. وهل هذا يعطيك حقا بأن تدمر المحطة؟ تم الاتفاق على هدم المحطة العاطلة عن العمل وبناء معمل تكرير سكر مكانها، مفهوم؟ لا، غير مفهوم. من المرجح أن يصل قطار العسل قريبا جدا، لذلك لن أدع أحدا يهدم المحطة. أأنت قادر على الوقوف بوجه الجرافات؟ الجرافات لا تخيفني، تعالوا سيروا فوقي واهدموا بعدها المحطة. مرحى لشهاب الشجاع، مرحى. هذان الولدان يضيعان وقتا ثمينا لا يعوض. أنذرك.
أعتذر لإزعاجكم ومستعد للاستقالة وترك المحطة نهائيا. هل معقول؟ رجاء أعطني 3 أيام مهلة. وهل 3 أيام كافية لمجيء القطار الذي انتظرته 10 سنوات؟ إذا لم يصل خلال 3 أيام أكون واهما وتربحين. سيصل حتما. حسنا، معك 3 أيام بما فيها اليوم، وإذا لم يصل قطارك الوهمي ستهدم المحطة على من فيها. ضع ذلك في حسابك يا حضرة الناظر. أراك إذا بعد غد. خالي الناظر، اليوم وغدا سأكون مشغولا جدا لأني سأجمع التوت الذي سأقايض به العسل. هذا يعني أن القطار سيأتي حتما؟ أتوقع يا توتة ألا يأتي قطار العسل أبدا. لما؟ لأني سمعت أن قطار العسل قد وضع في المتحف كتحفة. هذا محزن جدا، ستهدم المحطة إذن. وجدتها، وجدت حلا، نخرج القطار من المتحف ونأتي به. تسرقه؟ كلا، بل نعيده للمحطة ونسوقه إلى أعلى الجبل حيث توجد أزهار الرحيق والعسل. نخرج القطار من المتحف؟ نستعيره ليوم واحد فقط، نحضر عسلا وأزهار ثم نعيده لمكانه. كلا، أنا غير موافق. لكنك بذلك تضيع فرصة صنع خبز عسل طيب. خبز لم يصنع أحد أطيب منه. ما أطيبه من خبز. لو فشلنا سنطلب من الناظر أن يؤمن لك ما تحتاج إليه من عسل. خالي الناظر، لقد جاء. غير موجود. خالي الناظر، جبل من توت الفراولة؟ أنتما؟ مرحبا يا خال. ماذا جئت تفعلين اليوم؟ أحضرنا لك خبزا طيبا، خبزا بالتوت من صنع البابون طحين. ابتعدا عن الأزهار. أنتما تدسان أزهار رحيق. رحيق؟ أجل، وأزهار رحيق لم تنبت قط إلا في الجبال العالية، لكني زرعت بذورها هذا الشتاء فنبتت، وهي الآن قربت أن تتفتح أكمامها. لم أرى في حياتي زهرة رحيق. هذا يعني أن هناك مئات الملايين من أزهار رحيق في قمم الجبال مصها النحل، والغالب أنه وعد بالكثير من جيران العسل النادر ستصل. الأمل كبير إذن. طبعاً، وسهران وعدني بالمجيء عندما تنبت الأزهار، ووعد الحر دين، لذلك سيصل اليوم أو غداً. هل تعد بإعطاء ما يلزمني من عسل؟ أعدك. لذيذ. هذا يعني أنك ستصنع خبز عسل مدهش. طبعاً. توتا والبابون طحين ذاهبان إلى المتحف. انتهى وقت الزحالة. رجاء أريد أن أشاهد القطار، جئت من كوكب الأرض لكي أتفرج عليه فقط. أغري نومتي. قاسي، لابد سنجد طريقة للدخول. طحين، توتا، من هنا، من هنا. شهاب. سيسير.
تفهمون ماذا فعلتم؟ بابانة المقاطعة والبابون بالاشتراك مع شهاب الشجاع تسببوا بإغراق القطار الأثري في الدرعة. ماذا سأقول؟ ماذا سأقول لبابا محمو عندما سيعود؟ لا أدري. أنا آسفة. الحالة محزنة جدا. لن يصل قطار العسل والأزهار أبدا. قطار؟ وصباح اليوم التالي وقبل شروق الشمس، سكة الحديد والإشارات جاهزة. صباح الخير يا خال. صباح الخير. أنتم أيضا جئتم لاستقبال القطار. خال الناظر، قطار العسل لن يأتي أبدا. لأني تسببت بإغراق قطار العسل في الترعة. إغراق في الترعة؟ أنا آسفة. أنت واهمة، قطار العسل لا يغرق أبدا. موعدنا اليوم صحيح؟ لم يصل كما توقعت قطار عسل ولا لبن حتى. سيصل حتما بعدما تشرق الشمس. عند شروق الشمس يا أصدقائي ابتعدوا عن طريق القطار الذي لن يصل أبدا. ها هي الشمس قد أشرقت يا حضرة الناظر، ولا قطار. صحيح أن القطار لم يصل، لكن أكمام الأزهار بدأت تتفتح. أزهار الرحيق تفتحت. تفتحت فعلاً. أزهار رحيق؟ لا يكفي أبدا، يجب أن يصل قطار العسل وإلا لا محطة إطلاقا. يا رجال ابدأوا بهدم المحطة وأبيدوا كذلك كل زهرة تفتحت حولها. وأطل قطار مقبل من بعيد. اشتقت لك. ما زلت حيا يا صديقي. طبعا وانا امامك. والسبب كثرة جرار العسل. جنينا هذه السنة عسلا فاخرا. ونحن ايضا كان موسمنا جيدا هذه السنة. هذان الاحمقان سببا فشلي. تفضلوا ذوقوا العسل الطيب، دعوة للجميع. هيا. لذيذ جدا. تفضل ذوق يا حضرة البابونة. كلا مقرف، لن أنسى ذلك، وفي المرة القادمة سترى يا نهم. هيا أكثر قليلا يكفي الآن. توتك هذه السنة ممتاز، جيد جدا. يسعدني جدا أنك أتيت هذه السنة. تريد الحقيقة؟ تذكرتك مساء أمس عندما سمعت صفارة قطار. صفارة؟ حقا؟ أتى صوتها من بعيد جدا. باي. فتذكرتك وقلت
نفسي هذا نداء لي من صديقي مهيوب ناظر المحطة وقررت المجيء. أقول لك الحق، 10 سنوات مرت لم أنسى خلالها، لكن زهرات الرحيق كانت غائبة وعادت السنة فأينعت وقطفنا عسلا أطيب من كل سنة. الفضل للصفارة إذن. إذن قطار المتحف لم يفشل وهو غير قطار العسل، وذكر السائق بصديقه ناظر المحطة عجيب. في المرة القادمة أحضر لنا عسلا غير مغشوش. سأفعل، وأنت كف عن صبغ توتك يا غشاش. إلى اللقاء وشكرا لك. وهكذا عاد قطار العسل للقيام برحلاته المعتادة، حاملا عسلا طيبا مقابل توت فراولة لا أطيب ولا أشهى. وأنتم يا أصدقائي تذكروا أن تأكلوا عسلا وفاكهة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة. ترجمة